أكد محافظ الإسماعيلية شريف بشارة على جاهزية 33 ألف وحدة سكنية بالإسماعيلية الجديدة، بالإضافة إلى ثلاثة أندية ومراكز تجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جاء ذلك خلال تفقد محافظ الإسماعيلية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة القنطرة شرق، وتشمل قرى السلام والأبطال والتقدم وجلبانة. طبعا احنا بنتابع مشروعات حياه كريمه والانجاز اللي تم فيها، والحقيقه الانجاز مرضي جدا يعني في كافه الاتجاهات، سواء كان في مشروعات المياه اللي تقريبا خلصت بنسبه 95%، مشروعات الكباري، السبع كباري اللي بنقيمها على مداخل ومخارج القرى. احنا ان شاء الله برضو في خلال يعني شهر 5 هنكون نهيناها بالكامل، مشروعات الصرف الصحي برضو بالكامل بدأوا شغل فيها.